جيسك أفريكا وامد عند جناشة أمني دقالة يمد سياسية تون حيسان تنو حالو أركاين كدكت ميل ساعات كسا أي وحز بدل أيان أيضو أيو درتا إن دلالك كويا لا أي قبيهان تود لهان حرير كردسان جريتان رسمية همم دملماسية دان غرغورين وحاكد عقو بالكن دقالة دي قوات كاو سامين قبيهان برعباي قاركود أيا ولي تاغانو حالستو دلق ديگيا شلاء الاترا يا وحاكو دواغده تلابا أنسفو ولي صفر لوغا هينين مالك لغا ريبا انتا عياس مرا شاكتاي وحايا هدين اي چوتسي قبيهان بدولي مادية دا شركة دا جوبيان ايرلين اي كو تغي سي عاس مرا وحانا سببتا لغو شاكين اي تاي حتو ايا اقاب يادا دادكا كو صفر ايا ايا هاو داقن لي تو او لغو اي دا يا شركة دان انكا سو اي جوبيان ايرلين اي بيني سي جريتان كا اي دا الاترا ايا كونا سي فايسا مقعدير شركة دا اي دا لوغ جي سن ايو حدانا ميد الله هو واين دا عضو اي سياسة حوغان كو ده جرتو تمينتان واحي نكو يغي دور مضاب او كو سابسا وحاو دحيا الاترا ايا اي توبيا سيفوضود الاتلاي مو غاري كرتا قوانكن يا سلا ديارة دانا كاركو عالمي بانكي قنوا أمل إتوبيان إيرلينز واميد كاميدا شرقادا هوقو هرية أفريكا لان شيه هذا سيدا شعصا وحاسك للدولة دي إتوبيا وإلدا غالي أولا ميدا دل كاس دي كد عصب أما جبوتي وانا شرقاد دوقو بلاراني حيسا تسوق الدولي ماديا دي أفريكا سبب حدود جيسك أفريقيا أيه سامين أدق أقول لي هذا هاي. بقول كيا بقول هنتي ذا العقدة أدق إيه كوه القشو. وحكو قرآن لهانشي هذا دولة إثيوبيا. رزار أبي أحمد. وان مركو كوتشر كعذون كبدر هذا إسك إيدل كيسة. وحيابها أوميس كسارة جرجر تنكنا كوك جلا أيه كم من هاد بقول كيا بصدون. إنسان مقشر جدا لوجا بده شبيه بعيد. وحين السنة ذي هلا صور دافي فائدة بلايين دولار. تعصب موتين يتهاشر جد دولة ديت أو جوان كدل كلك كجارة. سامين أيه حكم كعد السابة. حق السياسة دان اللو ويعنيو محا كد حيي إلترويا إيه إيتوبيا لبادة دل مددير أيه إيهايان چار داقالسان مركو يوغوه الرئيسو عاسمارا قوانسا تاير نغوطة دل مدح بنان إيتوبيا أيه دولان كو قادة سيديات سنة اون كدب وحانا لاسكو قبتي حدو دايار إيه بادامان هل كاسو او كد عايد داقالكي وغوات كا إحيليقا قوبالكا وحو سعودين لبستانا إن كبادان بغلال كون أوقف أيهونا قلافتي لبادة دل بوح كسوا جوكس دين حدود كلية أفريكا أن لسيق قدبين أيهنا لهايين تعصو صابتاي إنا إهلاب بدن أو دين عيادكو كلاسقونا كلاقوان خلادك إسقارسين تطوسكا أولا جوتيي سفرادا دولك إيا دولي ما ديادا هوادا إيانا مجرين إلا لغا سو قاري لباكو سيديا ديو طبانكي وحوكم كي عادي سوابا إسبدالي مهاشانا لغا ساري أول دي كوح دي تي بي ألف أبي أحمد أيا كل ديرهدا إنا أفو واركي لود دايو آقي لغو دقال لما أولا أغبالو غرار كي قد دي دحدي حدين تي قرامي دا ميدوبي أولا هنشيه آقان سيهي عصمرا تاني وحي أبي واحد وحوين لباكن سقالي يتبنك وحو كفايدين لو أقون سده ليه النبادة الدونك وحو قاتب بلاد النبادة وحين اسكو نغضين وداي ونكسن عدي صوابا إيا عصمرا لكن يتسيب بوحان مجرين أي داد بدن أوفا لين أي حالك قبالك أي شيغيين هيا شيء نوفمبر سنة كي حيغي إيا لباكن إيا لباتنكي السياس وفورك إيا أبي أحمد وحي وذا تشير وقلين علادي تكراي واحد من مكالي أوفا الحمب بدن ودتي كلافتان نلوش بغلالكن أوقف إن لغا سو دوغا دقال كاسو حي ميشا كسارتي أمو هوسو دكتيبا إستعيل كيان دي عدد لغا هين إهو قامياشا لبادة دالة أبي وحاو قوان سيدي قادي دا وحكا دانا أفواركي روزار هاي تو بيو حنون سياسي دو كسو غاري دقال كي تقراي هيا كور شاقي برلمان كدل كيسا لباكون لبي إيا لباتن كي إن إلا تري يعيدن كيدو أي جوغان قده هدل كيسا لوب باهن يها إن إي بحان درتان الله سواف چرو لكن وركاسو مو واناكسن دينا أفواركي إيا عصمرا وإن كعروتي تاسو هايد إيبا فوركا sanada hursanaan lagu jiray heshiiska Pretoria ee madaxweynta Ethiopiaanku ku heshiyeen dagaalkii Tigray ee Eritreaanku uma ahayn wax fiican oo ay soo dhaweeyeen ilaa maantadan waxay xirteen difaaciyada iyagoo wali ku jira gudaha Ethiopia weena diideen inay baxaan Ethiopian awood ay ku saartay Eritrea oo military xilligan ma haynayna afwarki wuxuu qaatay siyaasada in la xoojiyo cid ka soo abi ay sahayaana sida caamka ay wariyaan dhinacyada safaaradaha reer galbeedka ee degan Ethiopia لنا عائلة ريا واحد جوان ستي قاديدة تلابعة إن أي جرب سي سعيد كسوء أي سهيان أبيجي أي كبد بادين تي بيالا وعين السي هذا قد دينهن دقال كلا لقى لدن عقوم يد أم حارضة أو أي آد وقد دقال لما يعن تعسو هرى وشيء أبي إن دعي الشيء يعاون يعني جمه الدفانو أم حارضة دقال كسعودن أي قيب كيهن درر الشيء يسقو مركز تك عرري إنه عربابة دلال كشيء يكو أيهن سدا سوكلا إسهين تقبل كا الاتريا واحد جرب وحسي سي سوماليا markii aad saaba qaatay isku daygeeda inay badaha Soomaaliya ka helaan salig military talaabada cusub ee la tiraya maxaa ka dhalanaya
sumcadahaan Ethiopian Airlines waa dhaawacan tahay malaayiin dollar oo ay ka heli lahayd safarada ay ku tagaysay Eritrea iyana waa la waayi doonaa xiriirka labada dal waa saameynaysa oo hoos ayuu aadayaa iyadoo cabsi laga qabo in gabi ahaanba uu istaago soona dhamaadaan ayaamihiis jacaylka xukuumadda Ethiopia lama filayo inay si degdeg ah uga jawaabto balse weel ku maqan oo maareyntiisa ay waqti uga baahan doonto ayuna raadinaysa wada kale oo ay uga jawaabto Eritrea way u bareertay inay joojiso cilaaqaadka madaxda gobolkana u muujisay inuusan abiil ahayn saaxiibtinimo oo sidoo kale ay sii kala xiriir furanayaan ugu dambeyn midda la hubo waa in geeska Afrika bartamaha kaga jira duufaano xoogan oo ay gufaaca ka soo horreyso taasoo jihada colaadeed u bayri karta waxaa aad indhaha loogu hayaa isbedelada degdega badan ee xawaaraha ku socda ee u dhexeeya wadamada gobolka ishaynta Addis Ababa iyo Muqdisho Asmara iyo Addis Ababa suudaanta holcaysa ee gubanaysa iyo saameynta Ethiopia iyo Imaaraadku ay leeyihiin Jabuuti iyo Asmara oo iyana dabka aan kala qaadan waa xaalad aan fariir ah oo gobolka oo dhan uu ku sugan yahay haddii aad ku nooshahay America, Europe, Canada waxaad si sahlan ugu diri kartaa lacag ehelkaaga iyo asxaabta adigoo isticmaalaya adeega PC waxayna toos ugu dhacaysaa adeegyadan kala EVC, Zelle, Sahal iyo M-Pesa ballanteenu waa PC